صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والسعادة. صباحكم يوم الجمعة اللي الكل يترياه. يا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة أعزائي المستمعين هو برنامج صحي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا الجميلة أكيد أكيد إذاعة نور دبي. هذه تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرمي، وخلوني الحين نرحب أعزائي المستمعين بفريق عمل البرنامج ويانا اليوم. عندنا في الإخراج الزميل ناصر السليمي، وبالتنسيق الأخت ميرا الخفلي، أما في الإعداد فالزميل يوسف سعد، وبتشاركني الحلقة اليوم وياكم الأخت آمنة العلي. صبحكم الله بالنور والسرور، منورة الاستديو يا آمنة. يا هلا فيك دكتورة، ويا هلا بكل المستمعين في برنامج صحة وسعادة. رحب فيهم وأتمنى لهم صباح مليء بالدفء وبالرحمة، وكذلك صباح مليء بالنشاط والحيوية. طبعا أعزائي المستمعين، نحن حابين اليوم نقولكم إن حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، واللي بنختتم بها برنامجنا على أمل أن نلتقي وياكم بإذن الله في الموسم الجديد واللي بيبدأ في شهر سبتمبر الجاي إن شاء الله. بنشتاق لكم وايد. نعم كذلك دكتورة، نحن من سبتمبر الماضي لحد الحين تناولنا العديد من المواضيع في برنامج صحة وسعادة، والكثير أكيد من الأخبار والكثير من المعلومات الصحية والكثير أيضا من الخدمات اللي اتناولناها بشكل عام وعرفنا فيها المستمعين على خدمات هيئة الصحة بدبي والمرافق اللي عندنا في الهيئة، وكذلك استمعنا لملاحظات المستمعين واستجابنا لبعض يعني الملاحظات اللي كانت توصلنا على برنامج صحة وسعادة. نذكر المستمعين دكتورة ان اليوم هم قادرين انهم يتواصلون معنا في هذه الحلقة اللي بنخرج فيها عن المألوف، الحلقة المفتوحة اللي بنتناول فيها مواضيع بتهمهم خلال فترة الصيف، بنتناول التغذية في الصيف وكذلك العادات الصحية في الصيف، وبعدها بنكون على أتم الاستعداد لاستقبال مكالماتهم كذلك ملاحظاتهم للموسم القادم من برنامج صحة وسعادة على الأرقام. دكتورة لو تذكرين المستمعين بالأرقام 600551414، واللي يحب يتواصل ويانا عبر رسائل نصية على الرقم 4006. ودائما احنا شو نقولهم يا آمنة؟ نقولهم إن تواصلكم برسائلكم الجميلة بمشاركاتكم الرائعة أكيد تعجبنا وأكيد تهمنا وتسعدنا بعد. بالتأكيد دكتورة، نحن دايما عودنا المستمعين أن يكون عندنا خبر نتناوله في بداية الحلقة ونسترسل الحديث عنه دايما. اليوم خبرنا الصراحة جميل ولفت نظري الصراحة، لأن دراسة حديثة تقول هذه الدراسة أن اللياقة البدنية والصحة القلبية التنفسية في سنوات الطفولة ترتبط بتراجع خطر التدهور المعرفي والإدراكي في منتصف العمر. يعني شو نقصد بهذه الدراسة؟ الدراسة تقول توصلت هاي الدراسة الحديثة اللي أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية إلى أن الأطفال والمراهقين اللي يتمتعون بصحة ولياقة بدنية أعلى تتراجع لديهم معدلات التدهور الإدراكي في منتصف العمر، وبالتالي خطر الخرف في سنوات الشيخوخة يقل، وذلك بغض النظر عن الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية لهالأشخاص. واشتملت عينة الدراسة على أكثر من 1200 مشارك كانت أعمارهم تتراوح بين 7 ل 15 سنة في بداية الدراسة، وجرى تسجيل مؤشرات اللياقة البدنية للمشاركين مثل مؤشرات الصحة القلبية التنفسية، القوة العضلية وقياسات الجسم، وجرت كذلك متابعة المشاركين لمدة 30 عام تقريبا. وتلخصت الدراسة بعد تقييم الوظائف الإدراكية لديهم باستخدام سلسلة من الاختبارات الحاسوبية، خلصت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال والمراهقين اللي سجلوا أعلى معدلات اللياقة البدنية والصحة القلبية التنفسية كانت نتائجهم أفضل في اختبارات المهارات الإدراكية في منتصف العمر، مثل سرعة معالجة المعلومات والقدرة على الانتباه. وبما أن التدهور المعرفي والإدراكي في منتصف العمر يعد من العلامات المبكرة على الخرف، فاستنتج الباحثون أن اللياقة البدنية والصحة القلبية التنفسية في سنوات الطفولة ممكن يكون لها أثر وقائي من الإصابة بالخرف وغيره من اضطرابات الإدراك
في سنوات الشيخوخة. فالدكتورة خبرنا اليوم يعني نقدر نقول خبر يعني مو بس ممتع ومفيد، ولكن صحيح. الخبر وهاي الدراسة الحديثة تقول لنا أن نحن لازم نحرص على النشاط البدني صحيح. للأطفال من يعني من نعومة من الصغر أظافرهم. من الصغر، لأن هاي العادات الصحية يعني الياهل يعني يكتسبها من هو صغير. إذا اليوم إحنا علمنا عيالنا أنهم يكون لهم نشاط معين هم يحبونه، أو مثلا رياضة معينة يمارسونها مثلا باستمرار، شيء وايد جميل. لأن تعرفين أنت الرياضة شو أهميتها، صحيح. وكل الناس تعرف يعني أهميتها للجسم، للصحة الجسمية، العقلية، النفسية، لها وايد فوايد الرياضة. وطبعا وهاي الدراسة يعني واحدة من الدراسات اللي أكدت هذا الشيء. فدكتورة أيضا أن ربطت هاي الدراسة بين أن النشاط البدني للأطفال والإدراك المعرفي، يعني منو ما يبى أن أطفاله اللي الحين صغار باكر يوصلون لمنتصف العمر يكون عندهم إدراك معرفي عالي. يعني مو بس ربطوا الرياضة بالصحة البدنية، يعني قالوا والله إذا سووا رياضة الأطفال هم صغار بيكونون كبار بصحة جيدة. الصحة العقلية وايد مهمة، يعني صحة جسدية وصحة عقلية، العقلية النفسية، تعديل المزاج. تعرفين يعني بعد الرياضة لها دور بعد كذلك في يعني زيادة هرمون السعادة. ودائما احنا يعني ودائما نحن الحين احنا في فصل صيف، يعني عيالنا الحين يعني موجودين في بيوتنا، المدارس سكرت. صحيح. دكتور ان احنا نشجعهم يعني. تعرف ان انت ما شاء الله عيال الله يحفظهم، سجلتيهم باي نشاط رياضي مثلا؟ هي اكيد الحمد لله احنا كل صيف نحاول نسجلهم بال يعني تعرفين النوادي او المخيمات اللي هي تكون الصيفيه، لان في نفس الوقت يستغلون وقتهم، ونفس الوقت انا احاول ابعدهم عن شو تعرفين انت الايبادات والالعاب الالكترونيه وطول الوقت قاعدين. تعرفين هذه القعده في ساعات طويله وايد تاثر على الطفل، انه ما يتحرك، وبعد يعني يحس يعني الاطفال تحسينهم يستوون كسولين، وبنفس الوقت يعني حتى زياده وزنهم ممكن تكون بسبب هذه القعده. فحلو ان نشجع عيالنا انهم يشتركوا بهالنوادي. كان عندنا دراسه كانت هالاسبوع الماضي تربط ما بين زياده يعني او موضوع التغذيه عفوا، كان عندنا هالاسبوع عن زياده وزن الاطفال صحيح. في فصل الصيف. تخيلين انه ممكن هاي الفتره اللي عباره عن شهرين تؤدي لزياده الوزن، لان طول الوقت يا امنه يتمون يعني ساعات طويله يعني قدام التلفزيون، او يلعبون الالعاب الالكترونيه، او على الايباد ولا على الكمبيوتر. وهاي الاشياء يعني الطفل ما ينتبه للوقت، ويتم الساعات هذه، فشو شو بيكون حواليه كل الاشياء اللي هي الاشياء اللي غير صحيه. يعني شوفين مثلا ممكن ياكل الحلويات، او ممكن الاطعمه اللي اصلا غير صحيه. فعشان احنا نشجعهم لازم يكون لاطفالكم نشاط رياضي حركي تحركون. حتى دكتوره ممكن في البيت على فكره اللي عندهم يعني صح. نحن في كوفيد ما كان يعني عندنا اماكن نطلع فيها اليهال واستطقنا يعني شو نسوي فيهم وين نوديهم، فقمنا وخذينا الاقماع هذه اللي يدربون فيها ما شاء الله ريلي الله حفظه يعني رياضي اوريدي، فيعرف التمارين اللي يسوونها الرياضيين. فشو صار عندنا في البيت؟ نادي صغير في البيت، حطينا حلو. هاي الاقماع وخليهم يلبسون لبس رياضه عشان يتهيئون للموضوع. وتعرفين امنه هذا الموضوع بعد له يعني ابعاد ثانيه، كون ان انت يعني الام والابو يشاركون عيالهم في النشاطات اللي يحبونها، هذه تقرب العلاقات وتقوي العلاقات كذلك الاجتماعيه. احنا اليوم يعني بمشاغلنا وبشغلنا يعني وساعات العمل الطويله، وقد ما نقدر يعني نقعد فتره كافيه مع عيالنا. فهاي الانشطه لو حتى ساعه يعني يعني هاي تأثر يعني مجرد دكتورة صعود الدرج النزول منه، هاي بعد أنشطة حركية. وطبعا الأفضل ما شاء الله الحين في دبي كل شيء تقريبا فتح مع إجراءات احترازية مع تباعد جسدي، فليش ما نعيش الأطفال تجربة الصيف يعني بصحة ولياقة ورياضة أيضا. وثانيا احنا بعد ما نبقى نقول لا أبدا لا تستخدموا مثلا الآيباد ولا تخلوهم تلعبون ألعاب إلكترونية، لا ما عليه خلي يلعبون، لكن لازم شوية نسوي نوع من أنواع يعني تقنين هذا الوقت، يعني إنه ما خليهم طول الوقت في ساعات طويلة، يعني ممكن نحدد أوقات معينة يلعبون فيها يعني الألعاب هذه، وبعدين يمكن يأخذون استراحة مثلا يسوون أي نشاط حركي.
لكن مو من الصبح لين في الليل جالسين عند التلفزيون. هذا الصراحة عادات غير صحية. أوقات تحسين مثلا الأم أو الأب يبون خلاص يعني يرتاحون شوية من حشرة اليهال، خلونهم خلاص يعني تعرفين. بس تقسيم الوقت دكتورة، نقسم وقتهم بين التلفزيون وبين النشاط الرياضي وبين أيضا أنهم يكونون يستمتعون بالأشياء الموجودة عندهم. لأن تشوفين الأطفال الحين مع التكنولوجيا، أنا أصر أنه يكون عندنا يعني هاي غرفة الألعاب، أشوف في بيوت يعني وايد تستغنى عنها اللي عندهم أطفال. إذا اللي ما عندهم مكان مو مشكلة، بس اللي عنده مكان وقادر مثلا يخصص هالغرفة، بتشوفون أنه مردهم لها الغرفة، مردهم بيلعبون، لأن حلو التواصل بين الأطفال. صحيح. والألعاب هاي والحركة هاي في مكان واحد بعيد عن التلفزيون. فنحن نقول دايما قسموا الوقت، قسموا وقت الأطفال، وأكيد نتمنى لهم صيف يعني صحي وبنشاط وحيوي. وبنفس الوقت بعد دام احنا في الصيف يعني تعرفين حوادث الغرق في مثلا في البحر أو حتى في الأحواض وايد تكثر الأطفال، صح ولا لا؟ فوايد حلو أن ليش ما نودي عيالنا نعلمهم دروس السباحة. دروس السباحة وايد حلوة، تعطيهم ثقة بالنفس لما بيون يسبحون، ونستغل في نفس الوقت فترة الصيف هذه. وثانيا بالحر يعني بالأجواء الحارة حلوة السباحة يعني، ولا انت شو رأيك؟ بالتأكيد دكتورة، أنا من الناس اللي أبحث عن هذه النوادي، وأتمنى أني أنا بأسرع وقت بما أن بدينا خلاص الجد أن نسجلهم وأنهم يبدون هذه الأنشطة الرياضية، لأنها أكيد بتحثهم، بتعلمهم، بيتعلمون، بيستفيدون منها، وفي نفس الوقت نحن بنكون شوي بعد ابتعدنا عن الحرارة. إن شاء الله يعني نتمنى يعني لكل اللي يسمعونا الصحة والعافية في هذا الصيف، واتمنى أنهم يستغلون أوقات عيالهم بالشيء المفيد. الحين أعتقد وقت الفاصل، خلينا نأخذ فاصل الحين ونرجع نكمل دردشتنا لهذا اليوم. تريون أعزائي المستمعين. صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل 600551414. أما اللي حاب يتواصل ويانا عبر رسائل نصيف على الرقم 4006. نعم دكتورة، أذكر المستمعين بأن هذه بتكون الحلقة الختامية من برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لهم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. لكل ملاحظات المستمعين أو اقتراحاتهم يقدرون يرسلون إياها على الرقم 4006. والحين دكتورة، هل بناخذ فقرة الحين التربية؟ عندنا مكالمة من ابتسام، خلينا نشوف مستمعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، يا هلا وسهلا فيك أختي ابتسام. كيف حالك دكتورة؟ الله يسعدك يا رب. بخير، صوتك منور البرنامج يا أختي ابتسام. الله ينور الدرب. يا هلا، احنا سعيدين صراحة بسماع صوتك، يا هلا وسهلا فيك. الله يعطيك الصحة والسلامة يا رب، دنيا وآخرة يا رب العالمين. الله يسلمك، ما تقصرين صراحة، سواء برنامج يعني صراحة يثرينا، يعطينا صراحة إضاءات جدا جدا جميلة. والله الله ينور قلبك ويسهل امرك يا ربي في الخير والصلاح يا رب العالمين. تسلميني يا اختي ابتسام جميعا ان شاء الله يا اختي ابتسام. اي والله احنا محتاجين، والله محتاجين، تحسين يعني محتاجين هالبصيره، محتاجين حد ينورنا. اي نعم احنا نقرا، بس محتاجين حد يعني يعطينا بعد فلاشات، عرفتي انه لازم نتبع هالنظام. والله جزاكم الله خير. بعد احنا بعد محتاجين بعد شوي تنورون المجتمع، بس مو في الاذاعه، تعرفين في الاذاعه احنا اذا كنا ياسين او اذا هذا احنا هذا هدفنا يا يعني اخت ابتسام. احنا اليوم هذا البرنامج يعني مثل حلقه وصل، وصل بيننا وبين يعني بينكم وبين مسؤولين هيئه الصحه في دبي. يعني اذا عندكم اي مقترحات، عندكم اي يعني مثلا حتى مثلا ملاحظات يعني على البرنامج، او مثلا اشياء انتم تحتاجون احنا نعرضها في هذا البرنامج. وهذا من غير يعني هدفنا الاول ان احنا توعيه المجتمع اخت ابتسام. والله العظيم خصوصا الحين يعني اليهال والمجتمع كله يعني اكلهم سريع، فاست فود، يعني صراحه وايد يغمضون العيال. صحيح. يوم تسيرين المدارس، يوم تشوفين عيالنا يعني صراحه لا محتاجين. والله الله ينور بصيرتكم. زين اختي ابتسام، انت تتابعينه في برنامج صحه وسعاده دائما؟ فترات صراحه تعرفين يعني كونين شويه موظفه ومره كيفه اتابع الله يعني مو بهذا. والله احنا صراحه يعني تسعدنا بعد متابعتك وتشرفنا. بس خبرينا شو الفقرات اللي كنت تحبينها اكثر في برنامج صحه وسعاده؟ يعني مثال يعني توعيه الام، يعني صراحه الامهات الحين خصوصا الجيل اللي حينا فديتهم عيالنا، بس تعرفين اكلهم يعني تحسيبهم وايد
والأكل وايد مهم بالنسبة للطفل أو حتى للأم الحامل. يعني الله يعافي عيالنا عيال المسلمين جميعاً يا رب، تشوفين بعد فيهم حد يعني عيالها مو طبيعيين، يعني ما بقول هذا من الله، كتبت الله سبحانه وتعالى، بس بعد أكل الأم وايد لدور. نعم اختي ابتسام، اولا انا ايضا بعد بدوري اشكرك على هاي المشاركه الطيبه معنا في برنامج صحه وسعاده، ورسالتك الجميله اللي وصلتنا اليوم ان انت تقولي لنا ان نحن ايضا على فكره مش موجودين بس في الاذاعه، عندنا ما شاء الله اداره كامله اسمها اداره الصحه العامه تنزل للتثقيف المجتمع حتى في المدارس، ينزلون في المطارات، ينزلون في كل الاماكن تحت اسم اكيد هيئه الصحه بدبي، وملاحظتك اليوم على فكره بتضيف كثير للبرنامج. نحن دائما نحاول نوعي الأم من ناحية الأم الجديدة، نقول الأم من الناحية النفسية، الأم من ناحية الرضاعة، الأم من ناحية الأكل، ولكن هاي النقطة اللي قلتيها اليوم توعية الأم الجديدة حول الأكلات الصحية اللي تسويها حق عيالها، أكلات البسيطة، هاي إن شاء الله بنحاول حتى إن في الموسم القادم أو من خلال إنستغرام هيئة الصحة بدبي. إحنا ممكن نوعدها بعد نسوي حلقة إن شاء الله على الموسم الجاي. إن شاء الله بالتأكيد. شو رأيك أخت ابتسام؟ تابعينا إن شاء الله بإذن الله في سبتمبر. وإحنا نعرف طبيعة الإذاعة دكتورة، اللي يسمعون الإذاعة عادة الناس اللي في الدروب اللي رايحة واللي رادة، وأيضا المشاركة هاي أكيد شو اسمه يعني أكيد أستاذة ابتسام بتكون معانا أو أختي ابتسام، مشاركتك هاي أو حتى هاي الملاحظة اللي قدمتيها أثرت البرنامج وأضافت لنا حق الموسم القادم بإذن الله. شكرا. ما بتقصرون والله، ما بتقصرون صراحة، رايتكم بيضة، بس مشكلة الميدان غير، وإحنا يعني كأنتي حضرتك يعني ما بتقصرين ميان في الإذاعة، بس الميدان محتاج الأهالي حتى لو تسيرين المدارس ما شاء الله صنة مفرطة، يعني بسم الله على ما يروم يمشي يا ربي، وفي أهال وايد تحسيهم تسير المدارس الله يعافيهم ويشافيهم عندهم فقر دم 30 سنة، إذا ليه متى إهمال الأم، ليه متى يعني؟ صحيح، وإحنا هذا دورنا مثل ما ذكرتي، تعرفين فترة أختي ابتسام فترة كوفيد أكيد الأشياء اللي كنا نقدر نسويها قبل في أرض الواقع نقلناها أونلاين، ومثل ما ذكرتي الإذاعة والأونلاين يمكن ما يوصل نفس ما يوصل الوضع الأم أنت في نفس المكان مع الأشخاص، ولكن إن شاء الله الحين على السنة الجديدة على فتحة المدارس هاي بتشوفين بعينك إن متواجدين في المدارس نفس ما كانوا قبل، لأن الحين الحمد لله بعد الأوضاع ما تحسنت شوية أكيد الحين بعد حتى الرؤية واضحة، الحين هم يعرفون إجراءاتهم الاحترازية أكثر، يعرفون متى يقدرون يروحون متى ما يقدرون يروحون، فنحن نضم صوتنا لصوتك، وأكيد اللي قلتي لي اليوم ما يمر مرور كلام إلا نحن ماخذين منه الفايدة وناقلينها أيضا للقسم المعني بهالشيء. شكرا لك، أسعدتينا أخت ابتسام صحة باتصالك والشرف إلنا، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك بالبرنامج. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، مع السلامة. وبالتأكيد ما نستغنى طبعا دكتورة بدرية، نحن سعيدين بتواصل المستمعين سواء على رسائل نصية القصيرة أو من خلال الاتصال، وشوفي حتى الملاحظات اللي تكون صحيح. ملاحظة يمكن الكل يشوفها عابرة عنا، نحن تمر هذه الملاحظة بدراسة، وأكيد بنوجه المعنيين أنه لا، في ناس بعدهم يبون يشوفون لأن في النهاية هدفنا يعني تحسين خدماتنا الصحية في مجتمع أكثر صحة أكيد وسعادة يعني، وهذا الشيء هذا هو الهدف الأسمى طبعا أكيد. فنحن الحين ما نعرف ميرا التغذية جاهزين معانا الحين ولا بعد الفاصل؟ إيه جاهزة ممكن أخذها الحين. فالحين أيضا نحن مثل ما ذكرت أختي ابتسام في صدد توعية المجتمع بأهمية التغذية الصحية، والحين يعني إن فصل الصيف الطويل هذا وبعد حديثنا عن الصيف والتغذية السليمة بتكون معنا خلال هذا اللقاء الأستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور. اولا في ختام يعني برنامج صحه وسعاده اشكر لك انت وجميع يعني الاخصائي التغذيه اللي كانوا معنا خلال هذا الموسم، اثريتوا برنامج صحه وسعاده، وسمعتي الاستاذ ابتسام دوركم، يمكن فقره التغذيه اكثر فقره اتينا عليها اسئله، اكثر فقره الناس حابه تسمع اكثر واكثر عنها، فنحن وهذا واجبنا فعلا تجاه كافه افراد المجتمع، كبار صغار نساء أكيد. شباب، فأكيد إحنا في الخدمة بأي وقت وبكل مكان إن شاء الله. طبعا أنت اليوم أستاذة سهى أنت اللي مثل ما يقولون ختامه مسك، أنت بالحلقة الأخيرة بنخليك الحين وبعد الفاصل، لأن الحين تقريبا عندنا دقيقتين وعقبها في فاصل، بس بنخليك ويانا على الخط أستاذة سهى، ولكن إذا بنبدأ بداية كيف ممكن نبسط الحديث للمستمعين، كيف ممكن نخلي هذا الصيح الصيح نخلي الصيف الصيف أنا قصدي الصيف صحي
وسليم للأمهات، كيف الأمهات ممكن يخلون هاي فترة الصيف فترة مثلا اللي بنتها والله الدم عندها نازل، ولا ولدها شوية تحس أنه دوم مرهق، كيف ممكن أخلي الصيف منعش وصحي من خلالكم، من خلال التغذية؟ إن شاء الله تعالى نبلش هلأ ولا بعد الفاصل؟ لا نبلش ولين ونص، أخذي راحتك. أوكي، فزي ما تفضلتي هاي بالعكس فرصة إنها الأم قاعدة بتقعد مع ابنها فترة أطول، يعني هلأ ما في مدارس، إجازة الصيف، أنت شايفتي مراقبتي طول الوقت إيش اللي عم بتناوله، إيش اللي ما بتناوله ابنك، فهاي فرصة إلك كأم كمراقبة، حتى لما بدك تروحي بدك تسافري فأنت ابنك معاكي، عنده ابنك أي مشكلة صحية ببلش أحط في عين الاعتبار أنا كيف أكسب هذه الفترة شهرين أو شهرين ونص أني أقوي جهاز ابني المناعي، أني أخلي ابني إذا دمه نازل إيش الأغذية الصحية اللي أحاول دائما أعطيها، مع مراعاة الأخطاء اللي كثير بنوقع فيها بالصيف نحاول نتجنبها قدر المستطاع، خاصة مع الأطفال، يعني السهر المتأخر، إهمال شرب المياه، لا خليهم هم ممكن بتجاوزوا ما بيناموا زي أيام المدارس أكيد هذه عادة ما بنقدر نغيرها، لكن بلا السهر المتأخر اللي يطلع عليه الفجر ويصير ساعة 2 و3، ولد صغير طفل عمره يعني أقل من 15 سنة وأقل من 14 سنة والله، وفي منهم أقل من 10 سنوات بضل سهران لساعة 2 و3، هذا كل هاي اضطرابات النوم هي بتنعكس بعدين على سلوكه خلال ثاني يوم، تنعكس حتى على شهيته للأكل. صحيح. هاي عدم تناول برضو الشغلة الثانية، إذا كان طفلها ما بيتناول بعض الوجبات أثناء المدارس، لا انتبه على الطفل، حاولي دائما كوني حريصة جدا جدا على وجبة الفطور، يعني إذا كان ما بياخذها أو بياخذ إشي خفيف في أيام المدارس، لا انت هلأ حضري له طبق صحي كامل متكامل على وجبة الفطور، يعطيه القوة يعطيه النشاط، يحتوي على كافة العناصر الضرورية اللي انت بدك إياها وبشكل صحي ومغذي، ما يكون في أشياء ما فيها هذيك الفائدة، لا أنا بدي أعطيه مثلا البيض، أعطيه اللبنة، أعطيه الجبنة، إذا ابنك مش متعود بيتعود، خليه شوي شوي بالتدريج وهو قاعد معاك على وجبة الفطور الصبح، لما بيشوفك بتاكلي معه بتحفزيه، حتى بعض الأطفال اللي بنسميهم البيكي إيتر يعني الانتقائيين، لا نوعي له، ممكن ما يحب مثلا شكل البيض مسلوق أعطيه مقلي، اعملي له في بعض الأشكال، حطيه على بعض شرائح الخبز مع إضافة شوية الأفوكادو كألوان، الطفل بحب الألوان بحب التنويع، فأنت هاي الأشياء الغنية الصحية الغنية بالمواد الغذائية والفيتامينات اللي إحنا بدنا إياها، أو حتى زي الأفوكادو الذي ذكرناه الدهون الصحية، البيض والفوائد الغنية فيها الغني فيها البيض، هاي كلها بتثري صحة ابنك بعدين، هذا مش بس في وجبة الفطور بس، بنركز على وجبة الفطور لأنه أغلب الناس في فترة الصيف بيعملوا لها زي ما بنحكي اسكيب أو بتركوها خلاص، أو الأم لأنها سهرانة طول الليل الصبح بيطلع بصحى الطفل ما في بتناول له هالبسكوتة، أو يمكن حتى ما ياخدش بسكوت يضله لإما يجهزوا الغداء وينزل على وجبة الغداء مرة واحدة، لا انتبهوا على وجبة الإفطار في وجبة في خلال فترة الصيف. إذا حكينا على أشي ثاني مهم جدا جدا نراقب فيه أطفال وكبار مراهقين كل الأعمار اللي هي شرب الماء، الناس بالصيف مع شعورها بالعطش بتروح تشرب لك البيبسي، تشرب لك العصائر، وهي كلها مدرة للبول بالعكس، يعني المشروبات الغازية أو حتى المنبهات هاي مدرة للبول، ومع يعني ارتفاع درجة الحرارة يزيد يعني نقص السوائل بالجسم. نترك كل المساوئ تحت المشروبات الغازية، خلينا بس على النقطة اللي انت ذكرتيها هاي بحد ذاتها صحيح بصراحة بتعمل مشاكل لنا في الصيف، زي ما تفضلتي المنبهات المشروبات الغازية، الدنيا أصلا حر وانت بتتناول هاي الاشياء بزياده، هاي كلياتها مدره للبول، يعني صار من عندك من جسمك من جوا في جفاف وانت مو شاعر، بيصير يظهر ايش لما خلص، يعني زي ما بيحكوا توقع الفاس في الراس، يصير عندك جفاف فعليا، بيصير عندي جفاف البشره، تكسر الشعر، طب انا ليش اوصل حالي او اوصل اطفالي لهاي المرحله؟ نراقب دائما شرب الماء حتى الفواكه، حتى ممكن احنا نستبدلها بعب العصاير الطبيعيه الغير محلاه مثلا، الفواكه الغنيه بالماء، ايوه بالعكس حلوه منعشه في الصيف، عصير عصير بدك تعطيه العصير، بس احنا بنفضل عصير اعطيه مثلا كلاس واحد في اليوم كعصير، اعطيه الباقي مي وفواكه زي ما تفضلتي اللي فيها كثير مي، اعطيه بطيخ، اعطيه برتقال، عنب، الرمان، التوت، ايوه صحيح. خلي الطفل يحب الخضار ويحب الفواكه، خليه يستمتع بهالالوان، ما يستسهل الشرب الاشي السريع اللي برضه حتى لو كان طبيعي ترى في النهاية في سعرات حرارية كثير مركزة وحرمتيه من الألياف، صحيح. لا خليه ياخذ، ما بنحكي ما ياخذ عصير، ياخذ عصير
بس زي ما تفضلتي الغير محلى أو المخدر في البيت يأخذ مرة واحدة في اليوم. بس بالمقابل ما ننسى المي، ننسى المي والخضار فواكه اللي فيها المي. أنت حتى بدك تعززي جهاز المناعي، مظبوط. الأكل ما بيمنع الإصابة بالفيروسات، هاي دائما نحكيها، هو ما بيمنع، لكن شو بنعمل إحنا؟ بنعزز جهازنا المناعي، بنقوي جهازنا المناعي، بدل ما هالفيروس يجي ويكون يشوف جسم نحيل ما في مقاومة يهاجمه، مجرد رشح يرمي الإنسان في الإفراز زي ما بقوله يومين ثلاث، لا يعني هي كلها عوامل تجهز الجسم بالعكس وتقوي مناعته. يعني الأطعمة المقلية ولا الغنية بالدهون هاي كلها تزيد من الكسل والخمول خاصة في فصل الصيف، فإحنا نحاول قد ما نقدر أن نقلل منها. يعني بالعكس إحنا بدنا الصيف يكون صيف نشاط، ما بدنا نضل نايمين، ما بدنا نضل خامدين، ما بدنا نزيد وزننا كمان. أكيد. وإحنا نتمنى لك بعد يا أستاذة سوها بعد صيف يعني صحي وآمن إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله للجميع بإذن الله. شكرا لك على حديثك الممتع هذا. لولا وقت البرنامج الحين إحنا بس والأكيد أستاذة سوها دوفل، شكرا على إثراءك. نشوفك إن شاء الله في الموسم الجديد في سبتمبر، وموضوع ساعات حلوه شيقه بعد، وكنا نتريا هالاشياء بعد باذن الله. وان شاء الله صيف صحي وسعيد للجميع باذن الله. شكراً تعالى شكرا لك. اهلا فيكم. اهلا مستمعينا الكرام، كانت معنا الاستاذه سهى اخصائيه التغذيه السريريه بهيئه الصحه بدبي، حدثتنا عن التغذيه في الصيف. ولكن فقرات برنامج صحه وسعاده مستمره معاكم، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع. صحه وسعاده، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. رجعنا لكم لاستكمال فقرات برنامج صحة وسعادة، ولكن قبل ما نستكمل أو نستهل حديثنا عنا رسالة من أحد المستمعين يقول ممكن نعرف الدكتور اللي يتكلم عن الربو والصحة عند الأطفال في أي حلقة وأي يوم، وكيف أقدر أسمعه مرة ثانية؟ مستمعنا أو مستمعتنا الكريمة اللي استفسروا هذا الاستفسار أنا خذيت رقمكم، وإن شاء الله بعد اللي هو بعطيكم الحلقة. الحلقة موجودة، كل حلقات برنامج صحة وسعادة موجودة على يوتيوب، بس نتأكد من تاريخ الحلقة، وإن شاء الله بتكون عندك يعني بس خلال هاي الساعة نخلص البرنامج وتقدر تستمع للحلقة. وأذكر أيضا المستمعين بأن جميع حلقات برنامج صحة وسعادة موجودة على يوتيوب، يقدرون أنهم بس يكتبون صحة وسعادة وتطلع لهم حلقات البرنامج. وبعدها أكيد بنرجع ونستكمل حديثنا مع الدكتورة بدرية الحرمي. دكتورة، مثل ما ذكرنا في البداية الصيف والأطفال، الصيف وتغذية الأطفال، نبغى نعرف منك اليوم شو هي النصائح اللي مجملا حابة أن أنت، بما أن نحن بنترك مستمعينا شهرين إجازة أكيد نباهم فالإجازة يكونون بصحة ونبغى نطمن على صحتهم إحنا بعدين ما نرجع لهم يكونون بصحة وسلامة. أكيد. يعني مثل ما عودت مستمعينا، كانت كل جمعة كنا نتكلم عن بعض النصائح للصيف والإجازة وكيف نقضي إجازتنا ونستمتع بإجازتنا. فحين خلينا نتكلم مثل ما ذكرتي عن كيف احنا ممكن نستغل وقتنا بالإجازة هاي وبالصيف هذا بطريقة آمنة، وإن نحافظ على صحتنا بنفس الوقت. فمن الأمور المهمة عزيزتي آمنة واللي لازم نحرص عليها في هاي الفترة وطبعا في هاي الأجواء الحارة، إن نحاول قد ما نقدر ما نتعرض فترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة وقت الذروة، واللي مثلا شغله يتطلب إنه يطلع أو يكون في الميدان وايد ضروري إنه ياخذ فترات استراحة بين الوقت هذا، يعني ما يكون فترات طويلة متواصلة يكون تحت أشعة الشمس. ضروري ليش؟ لأنه عشان يتجنب من مشاكل اللي ممكن يواجهها مثل ضربة الشمس أو الجفاف، الصداع، مثلا بعض أنواع الحروق، الطفح الجلدي وغيرها من المشاكل. زين، وإذا اضطرينا نطلع في هاي الأجواء الحارة وايد مهم نلبس النظارات الشمسية عشان نحمي عيوننا من الأشعة فوق البنفسجية وأضرارها على العين. وايد مهم أن نحط كريم واقي الشمس، كريم واقي الشمس نحطه يعني وإحنا في البيت من ربع ساعة لنص ساعة قبل ما نطلع. زين، وإذا طلعنا وكان مكان اللي سارينا مثلا بحر أو مكان مفتوح لازم نرد نجدد نحط الكريم كل ساعتين لين ثلاث ساعات، وايد مهم عشان نحمي كذلك بشرتنا من التصبغات من الحروق. سهلوا الموضوع، حله نفس الفعالية أم لا اللي هو البخاخ؟ صحيح.
أنا شفت يعني إن البخاخ مثلا يكون الحل اللي نمبر 2، يعني إذا أول شيء حطينا الكريم في البيت، خاصة نحن الحريم ميك اب وأشياء، أحس البخاخ قبل ما نطلع من الدوام، عشان من الدوام للبيت يكون في حماية حتى على الإيد للوجه. صحيح. فالبخاخ هذا دكتورة هل فعاليته أكيد بتكون نفس الكريم؟ أكيد نفس الشيء، يعني إحنا عندنا الكريم، عندنا البخاخ، بعدنا اللي هو عامل اللي هو ثم يقولون الوقاية، يعني يكون من 30 ل 50، يعني هذا زين، يعني ممكن يعني أكيد. مناسب لنا 30 50 نفس الشيء، بس ما يكون اقل في درج الدوام، خلاص ما يكون اقل عن هذا الرقم. فحلو ان الواحد بالعكس، يعني مثل ما ذكرت لك، يعني اذا انت كنت داخل ما في مشكله، لكن مجرد تطلعين لازم تردين تحطين الكريم هذا. زين، كذلك يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي في فقره التغذيه، الاشياء اللي لازم نهتم فيها، شرب الماء، العصاير اللي شيء شوية طازجة منعشة فيها الصيف. دكتورة ترى أسهل شيء يتم إعداده في فصل الصيف اللي هو العصاير، بس مجرد نشتري يعني خلاطة جيدة صغيرة شيء، بس خلطي البطيخ وخلطي المانجو مع الفراولة وخلطي يعني الأشياء هاي اللي تحسينها سهلة، حتى ممكن تعتمدينها كنشاط للأطفال. أكيد الأطفال يستمتعون دكتورة أو ممكن هم يشاركون يسوون هالشيء، يعني بالتأكيد. بالعكس ويشجعون إنهم يشربون هذا الشيء، يعني مثلا غير العصائر ممكن يعني الفواكه نفسها إنهم يأخذون حصتهم اليومية من الفواكه هذه. ومن الفواكه يعني مثل ما تعرفين عندنا فاكهة الصيف شو هي المحببة، تعرفينها شوي؟ مانجو دكتور؟ أنا بالنسبة لي المانجو بس. بطيخ؟ البطيخ. زين، تعرفين أن البطيخ الأحمر وايد يعني مهم في الصيف، ليش؟ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، أكثر من 90%، يحتوي على الألياف اللي تساعد على الشبع، وبعد يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. شفتي دكتورة الحين البطيخ قاموا يدخلونه حتى في السلطات في الصيف وفي الأيس كريمات بعد، يعني الحين ولدي من كم يوم يقول لي ماما أنا أبغى أخذ آيس كريم اللي فيه البطيخ. قلت جميل، أتمنى اليوم المستمعين يكون على غداهم في مثل ما يقولون البطيخ، يحطونه دكتورة مع التوت، مع يزينونه بالنعناع، تحسينه حتى شكله في الصيف منعش وبالتأكيد يعني شهي. صحيح. وحلوة حتى ناخذها معنا نسويها، يعني حتى لو نشاطها ما سويناه في البيت نسويه في الدوام، نجيب البطيخ نحطه في بطريقة جميلة، وخاصة ان احنا الحين يعني تعرفين فترات الدوام عندنا يعني طويلة، يعني فالوقت يعني الواحد محتاج انه ياخذ شيء، يعني ياكل شيء، بس بدل ما احنا نصير ناخذ الحلويات ولا الشيبسات والاشياء هاي، خلينا ناخذ لنا يعني جزء من مثل المكسرات مثلا، ممكن بعض الانواع الفواكه، هذا شيء، والسلطات، هذا شيء جميل. فتعرفين انت الفواكه وايد مهمه خاصه في الصيف، انها تعوض لك الاملاح اللي الجسم اللي ممكن يفقدها عن طريق فقدان السوائل. تأكيد. فاحنا نشجعهم، ونفس الوقت كذلك يعني كذلك نحرص ان احنا في فصل الصيف ان بعد مثلا ما نخلي الاكل في درجه حراره الغرفه اكثر عن ساعتين، خاصه عقب الاكل المطبوخ هذا. ليش؟ لان البكتيريا تحب تتكاثر في هاي الاجواء الدافيه، وممكن تسبب لنا مشاكل مثل التسممات الغذائيه واللي معروفه تكثر في فصل الصيف. كذلك يعني ان احنا اذا سرنا اماكن او سرنا رحلات، نحاول قد ما نقدر ما ناخذ ونشتري الاكل الموجود على الشوارع او على الطرقات، هاي شويه ممكن يعني ممكن تكون تعرضت لدرجه الحراره يعني غير مناسبة، وخلت البكتيريا تتكاثر فيها، ممكن بعد تؤدي إلى بعض التسممات الغذائية. إحنا ما عليه في الصيف ممكن تطلعون المطاعم، ممكن تسيرون الأماكن يعني اللي تحبونها، لكن تأكدوا بعد من نظافة المكان اللي أنتوا سايرينه، من يعني نظافة الأكل اللي بتاكلونه، هذا شيء وايد مهم. تأكيد أكيد دكتورة. يعني نقدر نقول الحديث عن الصيف دكتورة له يعني جوانب كثيرة. وما ننسى الرياضة بعد، حزين ذكرت. ما لنا حجة لو حتى الجو حار ودرجة الحرارة عالية، لكن بعد ما ننسى نسوي الرياضة. وإحنا الحمد لله الحين يعني الصالات الرياضية وكافة الأنشطة موجودة بعد داخل، مو بلازم برا. حتى الدراسات دكتورة اللي استعرضناها في برنامج صحة وسعادة تقول لك حتى الجلوس أمام يعني شاشة التلفزيون لفترة طويلة ممكن تؤدي لمشاكل كثيرة. في دائما يربطون يعني الحين نقول في الصيف
اللي ما عنده شغلة، لا مدارس ولا دوام مثلا ولا إجازة طويلة، عادي تشوفين المسلسلات حلقة ورا حلقة حلقة صحيح. ورا حلقة. فكانوا يقولون شو، إنه خلي عندك سواء عن طريق التقنيات الحديثة من خلال الساعة اللي تنبهك إنه لازم تنشين تتحركين، أو من خلال صحيح. إنه أنت تخلين التلفزيون يكون قريب من أي جهاز رياضي عندك، أكيد. التابعين اللي أنت تحبينه، وبالتالي وفي ونفس أجهزة الوقت روحها تحتوي على مثل هذه الشاشات أيضا صحيح. دكتورة. وما ننسى بعد الناس اللي بتسافر، بعد لازم نذكرهم أنهم يهتمون بصحتهم، يهتمون يعني أنهم يتجنبون الأطعمة النية مثل اللحوم والأسماك والمحار، خاصة يعني عشان يعني نحمي نفسنا من التسممات. ما نشرب الماي إلا الماي المعبأ في الزجاجات، نغسل الفواكه والخضراء بطريقة زينة، وبعد مثل ما قلنا نتجنب قد ما نقدر أن ناكل الأكل المكشوف. أيضا دكتورة نوهت خلال هذا الأسبوع الدكتورة ندى الملة حول موضوع عيادة المسافرين، أنه بإمكان أن الأشخاص تقول، مو بالأشخاص فقط اللي رايحين مثلا الدول اللي تكثر فيها الأمراض، يجون والله يبون يأخذون التطعيم، ولا اللي رايحين الحج، ولا اللي هذا، لا تقول الدكتورة ندى الملة أن عيادات المسافرين موجودة في كل المراكز الصحية، يقدرون يتوجهون إلى طبيب الأسرة يقولون لنا إحنا وعائلتنا مسافرين للوجهة الفلانية، ولازم طبعا قبل أسبوع أو أسبوعين من السفرة هذه، لأن الدكتورة تقول هناك نصائح معينة لكل دولة أو مثلا تطعيمات معينة بالتأكيد. تخص يعني الناس دائما يربطون السفر بالتطعيمات، حتى التطعيم لازم يكون له وقت معين، يعني قبل بأسبوع عشان يعطي فعاليته. هي تقول ممكن حتى الشخص يأخذ التطعيم هذا ويومين يمرض، فلازم يكون جاي ماخذ هذا التطعيم قبل، صحيح. مو بقبل السفر بيوم بيومين ثلاثة أيام. فإحنا ننوه لخدمات هيئة الصحة في دبي إن نحن نوفر عيادة المسافرين في كل المراكز الصحية، تقدرون تأخذون موعد عن طريق 8342 أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي، اللي دائما نحب نذكركم بخدمات تطبيق هيئة الصحة في دبي، إن نحن نوفر لكم خدمة. طبعا دكتور الخدمة المميزة اللي عندنا في تطبيق هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA App، في هذا التطبيق بيحصلون على خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا كل المعلومات اللي يحتاجونها عن فيروس كورونا. وكذلك في هذا التطبيق في ايكون مهم جدا اللي يتكلم عن فحص نمو الطفل اللي هو براعم، اللي يحس ان طفله عنده مشاكل في النمو او عنده مشكله معينه يقدر يدخل على تطبيق هيئه الصحه بدبي على ايكون براعم، يضغط عليه ويجاوب على الاسئله هذه، وبالتالي بيقول لك اذا انت تحتاجين تزورين الطبيب لاستكمال مثلا طفلك يعاني من شيء، او انت هذا الطفل يعني ادى يعني الاسئله هاي كلها ان الطفل سليم وما يحتاج انه يزور الطبيب. وكذلك الخدمه اللي طول برنامج صحه وسعاده نتكلم عنها واستضفنا الكثير من الاشخاص، اللي هي خدمه دمي. خدمه الدمي اللي تضغطين عليها ايضا تجاوبين على الاسئله، يعطونك باركود تتوجهين لمركز دبي للتبرع بالدم، وتقومين بهذه الخدمه الانسانيه العظيمه واللي هي التبرع بالدم، والكثير الكثير من الخدمات، فحوصاتهم الطبية، يأخذون مواعيدهم. أنا أشوف دكتورة حتى ربيعاتي الحين ما حد يروح المركز الصحي، يقول لي آمنة نحن قلت لها أنت مريضة ما رحتي يعني المستشفى؟ تقول لا رحت. قلت لها متى رحتي يعني أنا أسويات؟ تقول لا ترى اتصل فيني الدكتور طبيب الكل وخلاص. وحتى ما شاء الله الإجازاتها المرضية توصلها، تقول لي إجازتي المرضية وصلتني أونلاين، صحيح. الخدمة خلصت منها وما راحت عرضت نفسها أكثر لي الفيروسات او اي يعني هذا. فتقول لي امنه انا تعبانه خلاص اخذ خدمه طبيب لكل مواطن. فدكتوره هل يعني في ختام برنامج صحه وسعاده عندك حديث بين تقولينه قبل ما نختم البرنامج؟ والله احنا نتمنى لكل اللي يسمعونا، كل مستمعينا الاعزاء، الصحه والسلامه خلال هاي الفتره، فتره الصيف، ونتمنى انهم يعني مثل ما ذكرنا أنهم يراعون شوية يعني على بعض العادات الصحية، يحاولون يتبعون بعض العادات الصحية عشان يحافظون على صحتهم في الصيف، يستمتعون بالإجازة سواء كانوا مسافرين ولا كانوا مداومين. بالتأكيد أكيد دكتورة، يعني مثل ما نقول دائما نحن نرتقي بمجتمعنا نحو صحة أفضل وحياة أفضل، وكذلك صحة وسعادة فقط مو بس صحة. فإحنا نقولكم نشاطكم الرياضي هذا وصحتكم وأنماطكم الصحية بتعود عليكم وعلى عائلتكم بالفائدة بالتأكيد. وطبعا في ختام البرنامج أتمنى نحن نكون قدمنا في برنامج صحة وسعادة خلال هذا الموسم ولو القليل المفيد. ولازم قبل ما نختم البرنامج أتقدم بالشكر بداية لفريق
الإعداد في هيئة الصحة بدبي. كان معنا في إعداد هذا الموسم الأستاذ يوسف سعد وكذلك الأستاذ حسني البلاونة. وأكيد أشكر يمكن كنتوا تسمعون أصوات مختلفة خلال برنامج صحة وسعادة. كانوا معنا أطباء في تقديم برنامج صحة وسعادة، الدكتورة عاشة البسطي أقدم لها بالشكر، وكذلك الدكتورة ندى الملة والدكتورة سارة الدلال، وكذلك طبعا دكتورة بدرية الحرمي والأخت آمنة العلي بعد. أكيد كلنا كنا كفريق يعني يمكن الناس يحسونهم يسمعون أصوات مختلفة، بس كان لكل دكتور حلقة، لكل دكتور مواضيع، فكانوا جميعا جزء من أسرة برنامج صحة وسعادة. وطبعا إذاعة نور دبي مشكورين، وكل طاقم العمل في الإذاعة على تقديم هذا البرنامج بالصورة المناسبة، وأصلا إنهم عطونا وقتهم في إذاعة نور دبي إن نحن ننقل رسائلنا للمستمعين. الشكر موصول في التنسيق والمتابعة للأخت ميرا الخفلي والأخت ميرا المري، وكذلك زميلنا أحمد سلامة ما ننسى في التنسيق والمتابعة. وفي الإخراج كان معنا كوكبة من المخرجين في برنامج صحة وسعادة، طبعا على رأسهم أقدر أقول المخرجنا المبدع دايما والمتألق نمر محمد، ومخرجنا اللي دايما مأذننا والقواسمة اللي له أيضا أجواء في الاستديو وله يعني طريقته، ولكل مخرج أيضا دكتورة نحن نستمتع في إخراج كل مخرج وأسلوبه في الإخراج. وما أنسى أيضا مخرجنا محمد عدنان اللي أخرج لنا حلقات من برنامج صحة وسعادة، وأجدد مخرج معانا اليوم عبر الهواء اللي أخرج برنامج صحة وسعادة ناصر السليمي. دكتورة الختام بيكون اليوم معاك، وكل الشكر طبعا لكل الطاقم سواء اللي ذكرناهم أو يمكن غفلنا عن ذكرهم، كنتوا جزء من نجاح برنامج صحة وسعادة وجزء من تثقيف المجتمع خلال هذه الرحلة من هذا الموسم. أكيد كل الشكر لفريق عمل يعني برنامج صحة وسعادة الإذاعي، والشكر بعد لمستمعينا يعني طول هالفترة اللي شاركونا واللي استفدنا من اقتراحاتهم وملاحظاتهم. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا نهاية حلقتنا لهذا الموسم. الصراحة بنشتاق لكم، لكن نقول هاي الإجازة مهمة لنا وإلكم، مهمة لصحتكم، مهمة لسعادتكم وتجديد طاقتكم. كان وياكم بالإخراج ناصر السليمي، وبالتنسيق الأخت ميرا الخفلي، وبالإعداد الأخ يوسف سعد، وشاركتني الحلقة العزيزة آمنة العلي. هذه تحياتي لكم، وحديثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة صيف سعيدة وجميلة مع أحبابكم، ولين نلقاكم الموسم الجاي بإذن الله نقولكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.